هل جزء من المشكلة هو برضو ثقافة المواطن بصفة عامة بعيدا عن البائع نفسه؟ المواطن بقى اللي بيروح يشتري أو اللي بيشجع هؤلاء البائع، هل تعتقد أن حضرتك في جزء من المسؤولية عليه؟ لا، ما فيش جزء على المواطن. ليه بقى؟ هقول لحضرتك، لما بحط قوانين حازمة صارمة المواطن بيخاف أو بيحترمها. ليه؟ إحنا عملنا يعني، كان زمان قبل ما يبقى في مترو الأنفاق كان القطر العادي ده بيحصل فيه كل حاجة، اللي بيشرب سجاير واللي بيرمي واللي مش عارف ايه وكده. لما عملنا مترو انفاق وفي قوانين وفي رقابه موجوده وفي جهاز شرطي موجود في كل محطه، مفيش حد بيرمي سجاره واحده، الكل التزم. وبعدين لما بتلاقي المحطه كلها نظيفه، حتى المواطن اللي هو ممكن يخالف بيتكسف على دمه وما بيرضاش يرمي حاجه. انا لما اعمل قانون حازم صارم، لما بيكون في رقابه من الاجهزه الحكوميه وخاصة الأجهزة الإدارية المحليات، الكل بيلتزم، البائع بيلتزم بالمكان بتاعه المخصص ليه، أيوة. المواطن بيلتزم. إنما كده أنا شايف إن مفيش رقابة، زي الرقابة على السلع التموينية كده. لما كنا بنتكلم جهاز حماية المستهلك كان يتكلم بيقول لك يعني أنا ما عنديش ميزانية عشان أراقب بيها، المفترض بيتحط لي في الموازنة مبالغ معينة عشان أقدر أمر وراقب. كذلك بالنسبة للإدارة المحلية، المحليات فيها تقاعس، وتقاعس واضح جدا. احنا ياريت شغل كتير في المحليات وفي الاختيارات المجالس المحلية وكل هذه الأمور، محتاجين شغل كبير جدا. ياريت يكون في وجوه جديدة في الاختيارات الجديدة اللي هتحصل بالنسبة للمحافظين وبالنسبة لرؤساء الأحياء وبالنسبة للكوادر الشابة. المفترض يبقى في تعيينات في المحليات عشان خاطر يقدروا يقوموا بدور كبير جدا، لان الشارع المصري مكتظ بالاشغالات والمفترض الناس كلها مستاءه من الكلام ده.